أبنائي وبناتي. نعرج بعد هذا على أمر من الأمور الحياتية المهمة في الدين وهو أمر شورى. فالبعض قد ربط مفهوم الشورى بمفهوم الديمقراطية الحديثة، وهذا خلط بين المعقول والمنقول. فالديمقراطية تعني أن لكل فرد حق في إبداء رأيه، فإن سلمنا بصحة هذا المفهوم فلا بد أن نميز بين إبداء الرأي وفرض الرأي. ومع ذلك فالشورى بخلاف ذلك، لأن المشورة تبدأ من ولي الأمر الذي يطرح الأمر للشورى أولا، وثانيا يشاور أهل الاختصاص وليس كل الجماعة، وثالثا يقرر وحده حتى ولو كان القرار بخلاف رأي المستشارين.